السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نقول لك عمي الحاجة، أنا كنعاني معاناة نفسية داخل في حد دوامة ديال الاكتئاب. الله الله، ما قادرش نخرج منها بسبب هذا الشيء، ما قادرة نتزوج، ما قادرة. لا إله إلا الله. بنتي خديجة، شحال العمر ديالك؟ 22 سنة عمي الحاج. التليفون بغيت تقطع لي، الله يرحم لك الوالدين، خذ الرقم ديالي واتصل لي غدا قبل البرنامج، الله يرحم لك الوالدين. واخا بنتي بإذن الله، واخا بنتي خديجة. علي والله العظيم عمي الحاج، إلا عندي شي حوايج بغيت نقولهم لك، بغيت غير شي واحد لي هضر معايا ونقول لي المعاناة ديالي ونصحني كيفاش نخرج من هذه الحالة. شنو هو السبب الرئيسي ديال المعاناة ديالك يا بنتي؟ واش الفقر؟ واش المرض؟ واش شي علاقة عاطفية؟ واش انقطع الخط؟ معذرة بنتي خديجة، معذرة. على كل حال خديجة، هذا السن هو معروف، السن ديال العشرين، البداية ديال العشرين الإنسان يصطدم بمجموعة كبيرة من المشاكل في الحياة، فلا يجد لها تفسير مقنع، وكيشعر بواحد نوع من الغربة، وكيوقع له نوع من الاكتئاب. هذا أمر طبيعي جدا، واحد المرحلة من العمر كتسمى مرحلة حرجة، كندخلوا في المراهقة. هناك المراهقة أنواع، كاين المراهقة الجسدية اللي كيكون الإنسان في 16 عام تقريبا أو 15 عام كيوصل البلوغ، كتكون الفتاة هي بقى بنت، ومن بعد كتطور كتعود امرأة، من إنفي كتعود إنفام، كيوقع لها واحد تغير. حتى الرجل كيكون توا باقي وليد، فكيصبح رجل، صوته كيعود للرجال، وكيصبح عنده الشعر وعنده خروج الماء. هذه كتسمى المراهقة الجسدية، كاين اللي كيخرج منها بصعوبه، وكيكون الانسان كثير النظر في المراه، كيشوف راسه في المرايا بزاف، كيشوف، لان كيتغير ليه حتى الفيزيولوجي، كيتغير في سن المراهقه، كيتغير الجبهه، طريقه العيون، الانف على وجه الخصوص، دوره الوجه، بزاف ديال الاشياء. ثم المراه كيبانوا لها في صدرها الثديين، الرجل كيبانوا له الكتاف. كتلقى دائما الشاب او الشابه في هذا السن كثير النظر في المراه، وكيبدا شغوفا بجسمه وتضاريس هذا الجسم. كاين اللي كيفرح، كيبان لي بانه صار جميل وفيه الرجوله او فيه الانوثه، وكاين اللي الذي لا يعجبه شكله، وكيبقى دائما حزين، مالي انا هكذا، خصي يكون كذا كذا. هذه المراهقه الاولى كتسمى المراهقه الجسديه. ثم هناك المراهقه النفسيه. المراهقه النفسيه الانسان كتجي رغبات، كتجي رغبات في الحياه، كيلقى الجهاز النفسي ديالو، حد داخل الجسد هناك جهاز نفسي، داخل الجسد العضوي اللي هو قفص، بداخله جسد نفسي، وهذا الجسد كيمثلوا العلماء بحل الكمان، عنده أوتار بحل واحد الكمانجة، عند الأوتار كتلقى داك الكوامانجي كيسوي قبل ما يبدي يعزف، كيبدي يسوي الأوتار. كذلك النفس البشرية، كاين الوتر ديال الحب يقابله وتر الكراهية، كاين وتر السرور ويقابله القلق والتوتر، كاين التفاؤل يقابله التشاؤم، وهكذا عندنا اوتار متقابله. فكاين اللي هذيك الحاله النفسيه ديالو كيعزف واحد العزف جميل، كتلقى ديما متفائل في سن المراهقه، كيمشط مزيان، كيلبس مزيان، كيبتسم للحياه، كيخرج للحياه، كتبان الدنيا جميله، كتقول لي ما هو الوضع العام في البلاد، كيقول لك والله الحمد لله، كان ندور روبيني كيخرج الماء، كنورق على السارو تاع الضو كيشعل الضو، كنخرج للشارع كنلقى النقل العمومي والنقل الخصوصي، كنمشي كنلقى المطاعم موجوده، جيبي في شي بركه، يعني متفائل سعيد، حياه جميله تستمر. وكاين الله يسترنا ويستركم كيعزف على الاوتار السلبيه، كتلقى دائما كيقول لك ما كاين والو، الحياة متدمرة وغادية من سيء إلى أسوأ، والخراب قادم، وكيتبع الأخبار اللي كتسمع دائما بأن هناك العالم مهدد، هذا كيعود متوتر. وكاين اللي عنده الأزمة العاطفية في هذا السن، كتبرز عندنا واحد الأزمة عاطفية، أوتار لي باغامتر ديال النفس كيخدموا، كتعود عندك من قبل كنتي كتغرق كتاكل وكتشرب وكتنعس، دابا كتجيك احتياجات عاطفية. فكاين اللي كيكون موفق، كيلقى ربما من يبادله العاطفة، وكيفرح وكيسعد، وكتلقى كيكتب الشعر،
وكتلقى كيقرا القصص الغراميه، وكتلقى دائما كيطلع للسطح وكيعد النجوم في جوف الليل وفرحان مع راسه. وكاين اللي هو مسكين مهموم ومنكسر، ما عنده زهر، تا واحد ما سول فيه، تا واحد ما تكلم معاه، وكيشعر بانه مهجور، وانه تا واحد ما هذاك كتصدم نفسيا. هذه المراهقه النفسيه. ثم هناك المراهقه العقليه. المراهقه العقليه هي ان الانسان كيبدا يفهم في هذا السن 17 عام 18 عام 20 22 عام كيبدا يفهم. العقل ديالو كيعود كيدور بزاف. من قبل كان العقل ديالو كيفكر اش غياكل اليوم، اش غيلبس، غيتفرج في فيلم، غادي يمشي عند العائله المدرسه. دابا كيفكر بزاف. العقل كيقول لماذا خلقنا ومن خلقنا، ولماذا كاين التمايز والتفاضل بين الناس، هؤلاء اغنياء وهؤلاء فقراء، علاش ربي كيعطي الفول اللي ما عنده دراس؟ وكيبقى يقول مثل هذا الكلام، كيبقى يدخل في القضاء والقدر، وكيقول علاش وقع كذا، وعلاش كاين الشر في المجتمع، وعلاش الاخرى فلانه سيئه وعطيها الله القوه، وهذيك فلانه طيبه ومحقوره، وعلاش وكيفاش ومناش. المراهقه العقليه كي اللي كتجيب ثلاثه في دفعه واحده كيدخل في واحد الدوامه وكيعود مريض نفسيا. هو المفروض اننا نعتقد بان هذه المرحله هي طبيعيه جدا، والانسان باش يقدر يتجاوزها بكل اريحيه وسلام، اول حاجه التربيه الدينيه كتلعب واحد الدور كبير. الا تلقينا تربيه دينيه، الدين كيعطيك جواب عن كل سؤال، وكتعرف بان الحياه هكذا خلقها الله تعالى، فيها الخير والشر، وكيعطيك المبدا الرضا بالقضاء والقدر، وكيعطيك مبدا ديال قانون التعويضات الالهيه اللي ضاعت ليك دابا يعوضك مولانا، دا الخير جاي الى الامام. وكيعطيك بزاف ديال 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 القيم وديال الاجوبه على الاسئله اللي في راسك الصغير. عندك اسئله كبرى في راسك الصغير. الدين هو مهم جدا كيعطينا، ولكن خاص اللي غادي يلقن الدين يكون هو سعيد وفرحان ورؤيه تفاؤليه، ماشي يعطينا بواحد نظره ناقصه. كي يعطيك الدين بنظره فيها تشاؤميه، نظره فيها صراع، نظره فيها اكتئاب، هو مكتئب اصلا. لان الدين اللي كيدافع عليه بحال المحامي، كاين المحامي الفاشل وكاين المحامي اللي هو ناجح. انت عندك قضيه عادله ولكن عندك محامي فاشل، اكيد انه ملي غتمشي للمحكمه غادي يخسرك، رغم انك انت عندك قضيه عادله. والعكس، تقدر تكون عندك قضيه اللي هي خاسره ولكن عندك محامي شاطر. فهكذا الدين خذوا من عند الانسان اللي هو متفائل، اللي هو مقبل على الحياه. المشكل النفسي في الغالب بنتي هو ان الانسان عنده ما يسمى بالتفكير الغير المنقطع. كاع اللي سولنا ودابا عندهم امراض نفسيه، اول حاجه عنده التفكير الغير منقطع، عنده الروبيني ديال الفكر ديالو خدام كيكب اليوم وغدا، خصنا نسدو داك الروبيني. وفي غالب هاد الامراض النفسيه هي في الغالب ديالها راهي غير وسوسه، راه غير وسواس، راه الحياه بسيطه. الدين كيعلمنا الرضا بالقضاء والقدر والقناعه بالقليل، ودابا يصوب مولانا من عنده وكنتعايش مع الاخرين، وانا ارضى بواقعي، ارضى بامي وابي، ارضى بالعائله، وعارف بان في الحياه هناك من سوف يسعدني، وهناك من سوف يقلق راحتي ويظلمني ويعتدي علي. هي الحياه هكذا، كناخذها بروح رياضيه، وكنحاول انني اتقوى. بماذا اتقوى؟ اتقوى اولا بالله، اتقوى بالله. كيف اتقوى بالله؟ بذكره، ذكر الله تعالى والوضوء والصلاة والقرآن الكريم كتعطي فيك واحد القوة لا تقهر، قوة ربك تستمد منه القوة. ثم المعرفة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، كنمتلك المعرفة. ثم بعد ذلك كان تكون عندي صداقات. الإنسان اجتماعي بطبعه، يقلب على أصدقاء مع ناس طيبين، لأنه هو الإنسان اجتماعي. إذا بقى بوحده إيزولي، بقى بوحده غيكون فريسة للوساوس. شنو هي الوساوس؟ هي أرواح خبيثة كتقلب على الإنسان اللي عنده المشاكل وكيبقى بوحده، كيبقى داك الوسواس اللي هو روح خبيثة كيقول لك يا شتي وأنت ما عندك زهر، شتي اش داروا ليك؟ أنت راه ما عندك، تراك أنت كدير، دائما كيعطيك إحباط. الإنسان يحاول يتجاوز هذه الأمور كلها، والعلاج كثير، ولكن أهمه ذكر الله. والإنسان إلى عجز كيدير الدعاء، يا ربي إني مريض فاشفني، يا ربي إني فقير فاغنني، يا ربي انني منهزم فانصرني، يا ربي اني كذا فاعطيني. دائما الانسان يكون علاقتك بالله قويه، وغتجاوز بسرعه هذه الفتره ديال المراهقه، وغتخرج من الدائره ديال العقد النفسيه،
وتكون من اسعد خلق الله. سبحان الله العظيم، كنعرف شباب وشابات اللي هما من اهل الدين سعداء في كل مراحل اعمارهم، عمره ما تصاب بالاكتئاب، قد يصاب بشيء بسيط بحال الحمى بحال المحمرون كيجي لابد واحد يذوق المراره ديال واحد فتره زمنيه، ولكن في العموم حياه طيبه، حياه مستقره، حياه متفائله. لماذا؟ لانه مرتبط برب البريه. فاسال الله الكريم بنتي دله خديجه الله يشفيك ويعافيك، الله يلاقيك مع الاخيار، الله يلاقيك مع الابرار، الله يسوق لك في الطريق ديالك من يكونون متفائلين سعداء، وربي عز وجل يعطيك المدد من الرزق والمعرفة والمال والسعد الحسن. اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.